شاك بيتمن شمال بيه طلع عن شاك ثلاث عائلات نازحين اجوا على مدينه رفح انه في امان في رفح وفيش استهدافات. تفاجأنا في الليل ثلاث عائلات هان وفي عائله فوق تسعة انفار. في الليل تم استهداف هذا المبنى على راس ساكنيه اطفال عزه المدنيين دكتور ملوش اي ذنب في هذه الحرب اللي بتصير. سبع شهداء اشلاء كلهم لقيناهم برا الدور وعلى الدرج واشلاء لحتى الان موجوده. قدرنا نطلع الاصابات من هذا المبنى. في نازحين كانوا كثير عائلات تقريبا فوق 30 40 نفر نازحين كلهم اغلبهم اطفال. صوت الانفجار فتحت عيني لقيت حالي بدار الجيران اخوي كان يصلي لقيته نصه نازل من الارض نصه نازل في الطاير ونصه في الهضبة ونصه على السقف. لفيت من دار الجيران على دارنا لقيت اختي مرمي في الشارع بطلع بلاقي ام مقطع مرمي في الشارع بدور ابوي خواتي ثلاث صبايا ما الامش دخل في شيء ثلاث صبايا ينزل عليهم صاروخين يفتتهم الثلاثه في كفن واحد هي الكفن ثلاث صبايا في كفن واحد مش لاقيينهم منهم شيء ليش؟